فلذلك تداعى شعب البحرين ودعت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع لإنشاء جدار صد للتطبيع مع العدو الصهيوني، ونجحت في مقام ولم تنجح في باقي المقام لوجود الشرخ الطائفي الموجود في هذا البلد. ولكننا عندما صدر قانون أو مشروع إقامة هذه الندوة، الندوات المتكررة في فلسطين من بالنسبة إلى فلسطين في البحرين، ودعوة وفود من الكيان الصهيوني لحضور هذه المؤتمرات، هنا تداعى شعب البحرين للاستجابة لدعوة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع لقيام مبادرة وطنية لمقاومة التطبيع ومنع قيام المؤتمرات الصهيونية التي يشارك فيها الصهاينة على أرض فلسطين. وما نجاح مؤتمر رواد الأعمال الذي عقد في المنامة بتاريخ 15 و18 أبريل الماضي الذي أسقطه شعب البحرين بوحدته الوطنية. ونعاهدكم بأن هذه الصفقة وهذا المؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 25-26 في الشهر القادم، في هذا الشهر، هناك استعداد لشعب البحرين لإفشال هذا المؤتمر كما أفشل المؤتمر السابق.